يعني بخبرة العمل وممارسة العمل. أنت من تشتغل لازم تشتغل بذكاء، أو تشتغل إنسان لازم تدلك على الطريق الصحيح. بدايتي كانت حلوة وصعبة، حلوة بس هي صعبة. وأتمنى كل واحد يسمعني يعذرني على كل شيء يعني أقدمه بغنائي. أنا أتجسد صح كلمتي بصحولي المطرب الجسد، يعني من زعلك من بكشاك أنا عن أقول البكشاك والله العظيم. هذه لو تدرون هذه الليل ما أنام من كلام الناس أول ما سجلتها، بس هي احنا نقولها للحبيب وللطفل دائما. الابهات من تدخل البيت ويشوفون ابنهم يبكي فشلون يراضوه؟ يراضوه بهذه الكلمات، يعني دائما نتلفظها من زعلك من بتشاك على ابو البتشاك. فدائما وهذا المثل بالمناسبه هذا من الوالد.